الفنان المتألق دائما على الشاشة أحمد عبد الله، واختطفناه هنا بقى على المطبخ وهيعمل لنا كده كام ريسيبي صيفية خفيفة ومغذية. هنبدأ بإيه بقى يا انا دكتور؟ عايز اقدم لكم كما لو كنت كرم فتح الله، ممكن؟ يلا بينا. عشان احنا أيوه. وانا بحب اعرفكم الاخبار الحلوه. بصي، احنا هنعمل سلطه وهنعمل جريلد تشيكن باربيكيو صوص. حلو قوي. بمناسبه ان المانجا موجوده اليومين دول، ايوه فاحنا هنتعلم هتحط لنا بس يلا الايه بينا. الجريلد تشيكن. اتفضل. الجريلد تشيكن فوائدها ايه؟ هي بروتين خالي من الدهون، وبالتالي احنا عايزين نعرف الناس ان بالليل بعد او بعد وجبه الغداء مفيش عيش، مفيش رز، مفيش مكرونه، في ممكن مفيش يعني نشويات خالص. خالص. احنا ممكن بروتين، ممكن بروتين. الفراخ طبعا ميزتها ان هي بروتين خالي من الدهون، ما فيهاش اي دهون، فبالتالي بتساعد على تنشيط الدوره الدمويه وتنشيط معدل التمثيل الغذائي. وفيها حاجه مهمه جدا كمان، ان هي بتحمي من السرطانات. شرايح الفراخ المشويه بتحمي من ده، بالاضافه الى ان هي فيها، وبالتالي كمان السعرات الحراريه فيها بتاعتها قليله جدا. والحاجه كمان انها بتحسن المزاج، لانها بترتبط ببعض الاحماض الامينيه والسيروتونين اللي هو هرمون السعاده، فبتدي سعاده. جميل. احنا في موسم المانجا، فمهم جدا ان احنا المانجا 100 جرام مانجا فيهم 60 سعر بس. ال 100 جرام مانجا يعني المانجايه الواحده المتوسطه ممكن تطلع 100 جرام، ف 60 سعر ده لا شيء يعني طبعًا. في النهايه فنقدر نحط اقلب الفراخ، نقلبها عشان بس لما تلونها بس يحمر كده من فممكن ناخد. طب واحنا على فكره عملنا الفراخ بزيت زيتون، مفيش مشكله، مفيش مشكله. هنعمل دي المانجا، نحط المانجا، نحط منها مثلا دول كميه، دي كميه كبيره، فنحط كده. وهنحط الافوكادو. الافوكادو طبعا في مميزات كتيره جدا جدا، لانه برضو احماض امينيه غير طبعا مشبعه، فما تزودش، عشان في بعض الناس تقول ان الافوكادو فيه كوليسترول كتير. لا، الافوكادو لا، بس فاكهه احماض كوليسترول نافع، صح؟ نافع، ما فيهوش اي مشكله. فدي هنحط المانجا، وبعدين نحط الافوكادو، وبعدين نحط اي خضار عندنا، ما فيش مشكله. مثلا البروكلي برضو فوائده مضادات اكسده كتير، ممكن نحط بروكلي. يقال يا دكتور ان الخضار كل ما لونه غامق كل ما يبقى هيلثي اكتر، صحي اكتر. تقصدي الخضار اللي هو من اصله غامق ولا لما يعني تسيبيه مثلا غمق؟ زي لا اصله غامق زي مثلا البروكلي، زي الجرجير، زي السبانخ، مفيش حاجه كلها. بجد الخضار مفيش حاجه مميزه عن حاجه، كل حاجه هتلاقي ربنا خلقها من انواع الخضار ليها الفوائد بتاعتها طبعا، فكلها مفيده جدا. ونحط برضو فلفل ملون. الفلفل الملون بقت السلطه. حتى الامهات اللي بتقول انها ما بتعرفش تعمل للاولاد سلطه. الاولاد لو شاركوا في تكوين السلطه، يعني من اهم الحاجات ان الاولاد يقفوا زي ما احنا بنعمل كده ويشاركوا مع والدتهم. بالظبط. هتفتح نفسهم، هتفتح نفسهم، والالوان بالذات المختلفه شويه خس. بالظبط. وايه تاني؟ ونقدر نحط برده شويه طماطم بسيط كده. حلو. انا شايفه انت جايبه بس الدوره برده حلوه. هنا بقى، هنا الفكره بقى كلها، عايزه تكون عاليه السعرات شويه. ممكن نحط معاها ذره، وممكن نحط معاها فاصوليا حمراء. عاوزينها تكون قليله السعرات، خلاص ما نحطش كتير، ممكن نحط شويه ذره عشان تدي لون. تدي لون. نحط شويه. ايه رايك في الفراخ كده يا دكتور؟ الفراخ كده تمام، مره تمام. كفايه قوي. تمام. نحط بس عليها رشه ملح كده، ترش عليها. ساعديني يا نهى، ساعديني. ده عناية لكين. انا بشكرك جدا. طيب برضو ايه، خلينا نقول للسادة المشاهدين ان انا كنت مسخنة الطاسة في الاول، حطيت نقطة زيت بس كده. اخدت الصدمة واللي ده بقى له ده في مقدون زيت، وبعدين نخلطها بقى كلها كده في بعضها، وبنعمل لها بعد كده بقى دريسنج ولا مش ممكن بنعمل؟ ممكن عايزه تحط دريسنج، بس هتبقى سعراتها عاليه شويه. مش عاوزين نحط دريسنج، يبقى خلاص تمام كده. نحط عليها شويه ملح وفلفل، شويه زيت زيتون، شويه خل. بالظبط. وممكن بس شويه ليمون. انا اخدت من وممكن عصره ليمون. بالظبط. وبعدين وادي الفراخ بتاعتنا. تمام. اوكي. ممكن نحط بقى عليها عشان الاطفال والشباب كده بيحبوا الباربيكيو صوص قوي، نحط عليها شويه باربيكيو صوص كده. حلوه الفكره دي. تدي طب الصوص دي يا دكتور ما بتتخنش؟ بصي، صوص الباربيكيو، الكاتشب، الحاجات دي. بصي، احنا مستارده بنقول ان احنا لينا من الصوص معلقه صغيره. تمام. يعني ما نحطش كميه صوص كبيره، ومع كل معلقه بناكلها نحط صوص. لا، نحط معلقه صغيره وندهن بيها الحصه بتاعه البروتين بتاعتنا، هتفرق معانا جدا. وناخد بقى شويه من كده من سلطه الافوكادو. وبرده بينطبق على السلطات، يعني دايما يقول لك على السلطات. بالزبط. ما تحطش على كل السلطه الدريسنج، ولكن اغرف بالزبط السلطه في المنطقه معلقه صغيره في الجزء اللي انت بس عايزه. طبعا يعني كويس ان انا قدرت ايه
اعمل الحكايه دي. لا ده حلو قوي ده، يعني عصر سرعه. بصي يعني بصي الالوان كمان، بصي الالوان بتاعتها. يعني تسلم ايديك. مانجا، ربنا يخليك، يعني مانجا على افوكادو على خضار مشكل جميله جدا مع الحصه من البروتين، ويشبع ويشبع. لان احنا لو احنا بالليل اغلب الناس، لا تعالي بقى شوفي البديل، يعني هيقول لك طب ما ايه، ما جريلد تشيكن مع سلطه، البديل انهم بياكلوا عيش. أيوة. وبناكل عيش وجبنه، صح. عيش والجبن المصنعه، اللحوم المصنعه. كل الحاجات دي هتزود الكوليسترول طبعا، وبتزود المواد الحافظه اللي موجوده في الجسم، بالذات اللحوم المصنعه. اللحوم المصنعه ليها تاثير مباشر على صحتنا كلنا، وليها تاثير مباشر على بعض انواع الاورام والحاجات دي كلها. نورتنا، ربنا يخليك. كنا انا مبسوط جدا جدا انك كنت معانا النهارده. انا مبسوط، انا هاخد الطبق معايا وانا من الحاجه دي بتاعتي. ولا فاكر انت هتاخده معاك فعلا؟ انا فاهم كده، هم قالوا لي كده. انا جاي انا في ناس مستنيه الاكل. تسلم ايدك، واحنا منتظرين ان انت تشرفنا وتنورنا مره ثانيه. المره الجايه بقى هتعلي لنا عن خبر حصري هنا في السفيره العزيزه، الاعمال اللي انت هتشارك فيها ان شاء الله في الموسم الجاي. الفنان والدكتور احمد عبد الله كان منورنا ومع حضراتكم النهارده. نهى وانا نكون بكده وصلنا لنهايه يومنا وحلقتنا معاكم النهارده، ولكن ان شاء الله